نسألك تفسير قول الحق تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتركز على قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، معناه ان من اراد الله جل وعلا هدايته اراده كونيه قدريه فانه ييسر له القبول ويجعل في قلبه القبول لهذا الدين ومحبه هذا الدين والاقبال عليه، لان الله اذا اراد شيئا فلا بد ان يقع، اذا اراد الله اراده كونيه فلا بد ان تقع ارادته سبحانه وتعالى، ويجعل لها اسبابا، يجعل لوقوعها اسبابا، ومن ذلك شرح صدر العبد لقبول الاسلام وقبول الهدايه من الله سبحانه وتعالى. اما من اراد الله اضلاله عن الاسلام اراده كونيه قدريه، اذا قدر الله على عبد انه لا يدخل في الاسلام فانه يجعل لذلك سببا، وهو ان يغيق صدر هذا الرجل بالإسلام ولا يقبله ولا يطمئن إليه بل ينفر منه. هذا كله عائد إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سبحانه وتعالى من يصلح للهداية ومن لا يصلح للهداية. وأيضا يكون هناك سبب من العبد، يكون أيضا هناك سبب من العبد للهداية وسبب للضلال. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد إذا عمل الطاعة وأحبها زاده الله هداية وتوفيقا قبولا للحق، وإذا أعرض عن الطاعة وأعرض عن قبول الحق عاقبه الله سبحانه وتعالى بالكفر والضلال جزاء بفعله. الله لا يضع هدايته إلا في مواضعها، ولا يحرم منها إلا من لا يستحقها، وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ضيقا حرجا، معناه واضح أنه ينغلق صدره عن قول الحق، ويصاب قلبه بالعمى وعدم القبول، عدم الراحة والاطمئنان بهداية الله سبحانه وتعالى والاستماع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يغيق إذا سمع القرآن أو سمع السنة يغيق من ذلك ولا يقبله. قال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم يكرهون سماع القرآن، يكرهون سماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تضيق صدورهم بذلك. خلاف المؤمنين فإنهم يفرحون بذلك ويطمئنون إليه إذا سمعوه، كأنما يصعد في السماء. ذكر العلماء أن الإنسان كل ما صعد إلى الجو ضاق نفسه وانقبض صدره، لأنه ابتعد عن الأرض وابتعد عن الجو الذي يعيش فيه. ونسمع أن العلماء، علماء الصناعة وعلماء التجربة، يقولون إن الهواء الأكسجين يكون في الأرض وفي جو الأرض، إذا صعد الإنسان إلى الجو فقد الأكسجين فيحصل له انخناق ويحصل له ضيق. ربما يكون هذا من التشبيه، ان الله يشبه الكافر الذي لا يقبل الحق بالذي يصعد الى جو ينخنق فيه، فالكافر والضال لا يعيش في جو الايمان وفي جو القران بل ينخنق صدره من ذلك، مثل الذي صعد الى الجو ينخنق لانه لا يجد الهواء المناسب له. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.